الأخير لميل في الجلسة 26 يونيو وذلك بطلب السيد الوكيل العام بتقرير الخبرة المنجزة على الهواتف ما بين المتهمين الثلاثة. هذا ما كان السيد الوكيل العام رد على الدفوع اللي طرحها الأستاذ الخضر بخصوص الفصل 66 والفصل 72 بأنه الفصل 66 تم احترامه وبأن الفصل 72 ماشي خاص بالصحفيين وأنه يطبق على أي كان قام بخرق القانون. من غير تجي الأستاذ تفاصيل حول ما عندك شرح تجي ما شفناهاش لا هما ما طلبناهاش قلنا لهم غير عطاوها لنا الخبرة التقنية تنجزات ما كانوش دلاو بها في الملف داك المرة قلنا لهم لا خليكم عطاوها لنا دابا جابوها ملي نشوفها نقول لك اش كاين فيها ياك كتمشي عند الطبيب ياك كيجاوبك قبل ما يدير ليكوغرافي تنديرو ليكوغرافي ونشوف واش كاين داخل في الميل.